سوريا ترى في قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة عرقلة لجهود الحل السلمي، وروسيا تعتبره غير شرعي. قواتنا الباسلة تدك أوكار الإرهابيين وتقضي على أعداد منهم في مناطق عدة. قوات حرس الحدود العراقية تعتقل عددا من إرهابيي جبهة النصرة الفارين من سوريا وتتصدى لعصابة تهريب أسلحة إليها. استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني برصاص إرهابيين في عرسال وصواريخ على بلدة الهرمل. والحكومة تقر مشروع قانون خاص بتمليك الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي. نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا ومرحبا بكم.